أتعلمون أن وظيفة من كل 4 وظائف في أوروبا اليوم تقابل العمل بدوام جزئي أو عند الطلب دون عدد ساعات مضمون؟ هذا يعني أن الكثيرين منا لا يعرفون متى سيعملون وإلى متى. في هذا السياق يتم اقتراح قواعد جديدة لتأطير هذا التطور في عالم التوظيف. الخلاصة هي أن ما بين 2 و3 ملايين شخص من السائقين إلى عمال المنازل مروراً بالذين يعملون بعقود محددة المدة يمكن تغطيتهم. المجموع سيحصل 200 مليون أوروبي على ظروف عمل أكثر شفافية باستثناء العاملين لحسابهم الخاص والذين يعملون أقل من 8 ساعات في الأسبوع. لذا لماذا تحتاج القواعد إلى تحديث؟ حسناً، لقد تغيرت ظروف سوق العمل منذ الأزمة المالية. ظروف العمل أصبحت أكثر هشاشة وأقل استقراراً في أوروبا. هذا ما استخلصته فاني غوريت في إسبانيا. في برشلونة تعمل ميريان فو لصالح منظمة دولية تقدم خدمات اجتماعية. هذه الخبيرة الاقتصادية أصدرت دراسة محلية حول الوظائف غير المستقرة. وفقاً لميريام، اليوم أكثر من ربع جميع العقود هي لمدة 7 أيام أو أقل. إننا في وضع يأتي فيه الناس إلينا أثناء عملهم، أشخاص يعملون بدون عقد، لديهم عقد لفترة قصيرة جداً، وهناك من يعمل بدوام جزئي ليس بخيارهم، أو من يطلق عليهم زيفاً، أشخاص يعملون لحسابهم الخاص. هؤلاء الأشخاص الذين لديهم وظائف غير مستقرة بإجور منخفضة أو عقود مؤقتة هم بين أكثر من 1 مليون وظيفة جديدة تم خلقها منذ الإصلاح الأخير للعمل الإسباني في العام 2012. في أوروبا تعد إسبانيا الدولة الثانية التي تستخدم العقود المؤقتة أكثر من غيرها. هذه هي حالة ماريانو الذي عمل بعقود قصيرة لسنوات عدة. عملت لمدة 9 أشهر، لكن الأمر كان حرجا لأن نظام العقود كان شهريا لغاية نهاية العقد، حتى آخر يوم وحتى آخر دقيقة. لا أعرف ما إذا كنت سأعمل في الشهر التالي أيضا. إذا كان ماريانو قد وجد مساعدة من كاريتاس، بالنسبة للاسكاليس فإن في الاتحاد قوة. اليوم تقدم رابطة عاملات تنظيف الفنادق هذا فيلماً قصيراً حاز على جوائز يتتبع ظروف العمل الصعبة، دعوة العمال لدعم بعضهم البعض. في بعض الأحيان توظف الفنادق عاملات نظافة بعقود أرخص بدلاً من تنظيف 25 غرفة ينظفن 30 أو 35 مقابل أقل من 2 يورو ونصف اليورو. هذه مشكلة تتعلق بالعمال وأصحاب العمل في أوروبا. كيف يمكن إيجاد التوازن الصحيح بين سوق العمل المرن والعمال المحميين؟ عدم تطبيق صاحب العمل القوانين اللازمة لا يكلفه أكثر من تعرضه لعقوبة إدارية صغيرة لا تمثل الكثير. لذلك فإن الحصول على إطار تنظيمي قطاعي تتساوى فيه جميع الشروط وتتجانس يعني تنظيم القدرة التنافسية للشركات التي لا تستطيع تسويق ظروف العمل والأجور. لمعرفة ما الذي سيتغير مع المقترحات الأوروبية سنلتقي بأحد أعضاء البرلمان الأوروبي الناشط في هذه القضايا، عضو في لجنة التوظيف والشؤون الاجتماعية السيد كالفيت تشامبون. طلبنا منك أن تجلب شيئا يمثل بالنسبة لك ما يحتاجه الأشخاص في الوظائف غير المستقرة، ما هو؟ قررت أن أجلب قبعة لأنها ترمز إلى الحماية بالطبع، فهي تحمي الرأس والعقل. هذه القبعة توضح حقيقة أننا يجب أن نسعى لحماية أفضل للعمال مهما كان وضعهم، لكن وأيضا للحفاظ على كرامتهم. تحدثت عن الكرامة، لنشاهد ماذا يجب أن نعرف عن هذه المقترحات الأوروبية التي سنتحدث عنها. تنص القواعد المقترحة على تعريف أوروبي لحالة العمال تماشياً مع السوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية، والتي منذ الآن بين 2 إلى 3 ملايين من غير المحميين وعقود بصفر ساعة عمل أو عمل يستند إلى نظام الصكوك أو عبر منصة. إذا تم تبني هذه الاقتراحات من قبل الدول الأعضاء سيكون لما يتراوح بين 5 ملايين إلى 31 مليون شخص الحق في الحصول على تفاصيل خطية عن وظيفتهم.
سيتمكن من 4 ملايين إلى 6 ملايين عامل الحصول على الحد الأدنى من الحقوق الجديدة كمعرفة ساعات عملهم مقدما. اقتراح فترات تجريبية لمدة 6 أشهر، الحق في البحث عن وظائف إضافية بسهولة أكبر والمطالبة بظروف عمل أكثر استقرارا والحصول على إجابة مكتوبة من أصحاب العمل، وأخيرا الحق في الحصول على تدريب إلزامي دون خصم التكلفة من راتب العامل. كيف يمكنك تعريف العامل؟ هناك نقاش كبير حول هذا الموضوع. تهدف هذه التوجيهات إلى مساعدة الأشخاص الذين يمثلون شكلاً من أشكال العمل لنقل عنها غير النمطية بدوام جزئي ومرونة كبيرة وغير ذلك. كيف تساعد هذه القبعة على حمايتهم؟ لنأخذ مثلاً العقد بصفر ساعة عمل. حسناً، لن نكون قادرين على مطالبة الذين يوقعونه بأن يكونوا موظفين دائمين، لكن سيتعين عليهم معرفة الظروف التي يجب توقعها في النهاية، وسنصل إلى حل وسط يكون فيه الحد الأدنى من الساعات التي عليهم القيام بها واضحة بالنسبة لهم. هذا يقودنا إلى التساؤل عما إذا كانت الشركات ستدعم هذا، إنها تخشى المزيد من المخاوف الإدارية وزيادة التكاليف. حسناً، إنها تدافع عن مواقفها، لكنهم هم أرباب العمل. حسناً، سوف يبذلون جهداً ويقولون إنها مكلفة للغاية. نقول دائماً إن الديمقراطية هي النظام الذي يكلف أكثر، لكن من الواضح أنها توفر فوائد أكثر من الأنظمة الأخرى. لذا في حالة شركة صغيرة والمتوسطة لا يمكنني توقع ما سيحدث، لكن سنأخذ في الاعتبار الشركة الصغيرة والمتوسطة وصعوبتها والمساعدة التي ستحتاج إليها. بالنسبة إلى الشركة الكبيرة، إذا قالت إن هذه التكاليف مضافة فإنها مخطئة، فهي ببساطة تحديث لما تقوم به بالفعل. إذن كيف يمكن خلق مجال مستو لضمان حماية العمال بشكل جيد؟ أول شيء هو كتابة العناصر الأساسية لعلاقة العمل حتى لا يكون هناك أي التباس. ثانيا، يجب أن نحسن هذه الحقوق ونعززها. من وجهة نظر هذه، دور النقابة العمالية وهيئات تفتيش العمل أمر حاسم للغاية. النقطة الثالثة المهمة، التفاوض. يجب تشجيع الحوار الاجتماعي الخاص بالقطاعات الجديدة، إنها عملية طويلة. لا أتوقع فرقا كبيرا بين شرق أوروبا وغربها، لكن ربما بين شمالها وجنوبها، لأن أسواق العمل مختلفة تماما عن بعضها البعض. أهمية ودور النقابات هي أيضا مختلفة جدا، لكن حسنا، لم تخلق روما في يوم واحد. بهذه الكلمات نختم حديثنا. ألقاكم في العدد المقبل من ريل إيكونومي، سنشاهد المدى الحقيقي للانتعاش الاقتصادي في أوروبا.